اللي خديت فيها الميدالية شاركت في لابيا مسابقة لابيا عن طريق جمعية إنما بالمعمورة والحمد لله خذينا الميدالية ليا والمعمرية الكل الميدالية مش ليا برك الفلاحات المعمرية وكذلك خذيت ميدالية فضية في الزهر دار ديري ننتج الطماطم أنا فلاحة نشرحها ننشرها في الشمس نشقها ننشرها في الشمس مدة 3-4 أيام حتى تشي ونحط لها الملح نشرح الملح وكين نهبطنا نخزنها نحط لها شوية زيت وتتخزن نحط في البيت ولا فريجيدي تقعد لك في الشتاء في الشتاء باهية للجاري للبيتزا طيب بها بنينة برك اليوم 27 جويلية 2018 انطلاق المهرجان اللي انطلق من اليوم إلى حدود يوم 12 أوت 2018 لمدة 17 يوم فيه أنشطة ثقافية رياضية سياحية تثقيفية هو مهرجان متنوع تنوع التنمية المستدامة اليوم احنا جمعية تنمية مستدامة ننظموه بشراكة مع بلدية المعمورة ولاية نابل والعديد من المؤسسات الجهوية الديوان الوطني للسلع التقليدية الديوان الوطني للسياحة كلهم نشتركوا مع بعضنا في تأثيث هذا المهرجان الثقافي السياحي المتميز والمتنوع اللي يحرك الجهة ويحرك المعمورة وكل المدن المحيطة بها ويجيوها من مختلف ولايات الجمهورية من أجل أنهم يلقوا ظلتهم في الجانب الثقافي وجانب الترفيهي خصوصا كل شرائح المجتمع وكل شرائح كلهم يلقوا أرواحهم في التظاهرة هذه. المهرجان الإنمائي المعمورة حاجة حلوة برشا معناتها مدخلة حيوية كبيرة على مدينة المعمورة حلوة برشا هي راهي مدينة المعمورة مميزة بالبركة نتاعها مميزة بسكانها الحقيقة اللي راقين نساهم اللي ياسر خداميك بالمناسبة نحييهم شفت العدد نتاع الناس اللي يزوروا المعرض هذايا ويزوروا معناتها الفضاء هذايا حاجة ممتازة هو راهي المهرجانات هذيا هي ساعة فما فيها شوية تراث فيها شوية ترفيه فيها معناتها ناس تخرج زادا تبدل شوية الجو وذي نحبوها احنا نحبو الفيسة ديما متفرحتين ديما فرحانين ديما شيخين معناتها إن شاء الله ربي يدوب لنا عز تونس معناتها وتحية الأمن زادا والأمان الحقيقة أنا بالمناسبة نتوجه التحية كبيرة 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 للسادة الأمنيين بكل أصنافهم لأوليهم لما احنا توا نخرجوا معناتها
هكا من المسبيح حتى لاخر الليل، العبيد تحوس شيخين متفرهدين، بحر مهرجانات، شكون كيما التوانسه هكا ولا ليه؟ ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما يدوم علينا هالنعمه، وان شاء الله ديما تونس معناتها في تقدم، وان شاء الله رغم الهزات ورغم الازمات ان شاء الله نراوها تونس ديما ما احسن.